عندما نقول صبرا أنا وأنتم تتكلمون أتذكر آسيا بنت مزاحم، وهي مقيدة والجنة تأتي إليها الله، وترى الجنة وتدعو. وهي زوجة مين؟ وهي زوجة من؟ أطغى الطاغين فرعون. والله سبحانه وتعالى من كرمه لآسيا بنت مزاحم بسبب صبرها واحتسابها لأجر تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا جعلها وضربها مثلا للمؤمنين. الله، والله جل وعلا يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا، الذكر والأنثى، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ذاقها الذي دخل السجن، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دخل السجن، يقول ابن القيم إذا ضاقت قلوبنا ذهبنا إلى شيخ الإسلام وهو مسجون، وهو مسجون من أجل أن نتذكر الجنة. ثم يقول ابن القيم إذا ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تذكرنا قول الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بعض الناس يا شيخ راشد إذا نظرت إليه تذكر الله، لا إله إلا الله. بعض الناس إذا نظرت إليه تقول سبحان الله، هذا الرجل نحسبه أنه من أهل الجنة. فشيخ الإسلام على ماذا مات؟ مات على كلام الله، لأنه عاش على كلام الله، عاش متمسك بالجنة التي في الدنيا وهي القرآن والسنة. لأن الله عز وجل يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة إذا الإنسان تمسك في هذه الدنيا بكتاب السنة. مات على قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من أجل ذلك كثير من الناس يغفل عن الجنة التي في الدنيا. يقول شيخ الإسلام وهو الذي مات على قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الله أكبر. وهي طاعة الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. الله أكبر. فمن أجل ذلك يا أخوان الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب جزاء السعادة التي في الدنيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. العلماء يفسرون الطوبى بالجنة، وقيل شجرة في الجنة. طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. من أجل ذلك قال الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزا هؤلاء الذين صبروا على